حفظكم الله سماحة الشيخ وبارك فيكم، يحصل كل عام بلبلة حول شهر رمضان المبارك دخولا وخروجا، فتختلف بلاد المسلمين ما بين متقدم ومتأخر، ما الحل لهذه المشكلة؟ الأمر واسع لكل أهل بلد، الأمر واسع مثل ما قال ابن عباس لما قدم عليه قريب من الشام المدينة سأله ابن عباس بما صام معاوية وأهل الشام، قال صاموا بالجمعة، رأوا الناس بالجمعة فصام معاوية وصام الناس، قال ابن عباس نحن رأينا يوم السبت فلا نزل نصوم حتى نكمل العدة أو نراه، فرأى أن الشام بعيد وأن لا تلزمها المدينة رؤية الشام، وجماعة من أهل العلم قالوا بذلك، جمع من أهل العلم رحمة الله يقول لأهل كل بلد رؤيته، فإذا رأى المملكة العربية السعودية انصام برؤيتهم على الشام والمصر، وإن لم يصوموا فتراوهم وصاموا برؤيتهم فلا بأس، وصدر قرار نهاية كبير ذلك لكل أهل بلد رؤيته لا حرج.